قد كنت تبدو فما الذي أغواني لأعود من يأسي إلى الشطآن. هي أوقعتني كيف لا أدري أنا، إن النساء حبائل الشيطان. أنا كنت في يأسي ودمعي غارقا ومحاصرا بالآه والحرمان، وفتحت عيني فجأة فرأيتني في الروح مستلقي وفي الريحان. يا آخر الملكات كيف أخذتني مني بلا إذن ولا استئذان؟ من أي نافذة دخلت عواطفي ونشرت هذا الطهر في بستاني؟ ألواني أرجوك باسم الحب لا تتغيري، إني عشقت نقاءك الرباني. قد كنت أكفر بالهوى بأهله، أنت التي أرجعت لإيماني. لما ابتسمت أين مكاني؟